انا حمار ما لا ما حصنت نفسي ولا صدق الساعه 5 على طول هذا وانا ما اجيب طاقتي كلها في الخيل هذا وانت بس لو اني اجيب طاقتي كلها يمكن اموت ارشيد ناس ما تعطي خيل ارشيد قلبها قزوي اي والله يود ارشيد ما عرفت مره زرت اتمرن سلايج جعتني من الضحك تقول تخبط في ما جنبي اقسم بالله العظيم ان كل ابونا ما نعرف انت مره لا انا ولا ارشيد يا ولد وتعبت تعبت صد افضل واحد تمرن افضل واحد صدصد انا صدصد رياضي ان شاء الله عليك التمرين اللي يقولها اعرفها كلها اما مخلد تقول ترايلة مراعي قدامي انا ما اتعداه ولا خلاني يوم قال المدرب كذا تراك متعود على المسرح خلاص والتفت يسار لا بطن جريم مترين ايه تقول انه رد بطحه حلوه التشبيه ناكله يضحك التفا رهيب ترى غالي جاي من الباحه لو بس زودها ذا يومنا نمشي زودها بس بهار ولا قالوا زمان ما تجري في القريه تعبت ما عاد عندي يا ولد بعدين بنعلمه انه يبكر علينا يا ولد الله يعز السامع لا يجينا اللي بنتروش يا ولد فوق 20 رجال لازم انه يبكر علينا قبل انا طيب النانا بير خلص يا ولد الحين بعضنا ما صلى اليوم عقب متأخر لا اليوم يتأخرون يركبون ويوم هم اللي يتأخروا أنا والله ودنا إنه كان هنا في البراد وي هنا ودنا يمرنا في البراد ها أبو غلا متى فقرته حماده زعلان علينا لازم ان نراضيه من هو حماده ونقصد فيه ونتعذر متى بيجي اليوم يا بكره ابي حوسنا ايه الرابح اللي ما يحضر فقرته انت سيف وين هو سيف لا بنحضر الشيطان ملعون اقول رابح احنا بيذبحنا دريم سيف دسول ثلاثة ذيبي يذبحين حماده طاح في يد حمادة ما حيا منا رجال رجال ما شاء الله تبارك الله طول بعرضه في يده السيف عندنا ابو سلطان يلا البلد حداني اول ما يطير راسي لا منه كرب حزامه قربوا مربط النعامة مني لا لا اللي في راسي حب ينطحن قدموني قدموني يا ذرة تغلب وزايد من طمع فينا جهله من طمع فينا يعافى الأرض المستديرة قدموني قدموني يا ذرة تغلب وزايد من طمع فينا يعافى الأرض المستديرة عليكم زود عليكم زود او في فقره ولا ما في ما في فقرات اليوم في الله يقلع اكيد يا جاتني ها تبي في فقره تلل فيه انا ما ادري في فقره مو فقره ايه ها عذابي ذكروني بالحسا وصيح باللي وعذابي هيضوني واجبروا عيني تهلي يحسبونه لطرى لي ما يعذبني فراقه ما دروا وش صار